بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، عاده الله على الأمة الإسلامية جمعاء والشعب السوداني باليمن والخير والبركات، وحفظ الله السودان ونصر قواته المسلحة ودحر الميليشيا المتمردة. مرحبا بكم في أحداث اليوم، والبداية كالمعتاد بالعناوين. رئيس مجلس السيادة يعلن من القضارف محاسبة المتآمرين على السودان. الكباشي يؤدي صلاة العيد بالنيل الأبيض ويودع متحرك الصياد المتوجه لولايات كردفان. وللخرطوم يتفقد المواقع العسكرية. مرحبا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل أحداث اليوم. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد قدرة القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية والمصنفرين والشعب السوداني على دحر المتمردين، وذلك لدى مخاطبته مواطني قرية أم شجرة بولاية القضارف. احنا كلنا امنين في اهلنا وفي بيوتنا وفي ديارنا. امين. السنه الجايه ان شاء الله نعيد بدون جنجويد وبدون مرتزقه. الله اكبر الله اكبر. وقاعدين كلنا كسودانيين امرنا بيدنا. الله اكبر الله اكبر. نحن يمكن قصدنا المنطقه دي لانها منطقه واحدة من مناطق شرق السودان الأساسية. وأهل كلهم أهل كلهم نحن بنحييهم وبنقول لهم والله نحن كل السودانيين في راسنا، وكل السودانيين وأهل الشرق قاعدين نحن شايفينهم وحاسين بمعاناتهم وحاسين بالشيء الواقع عليهم، ونحن مصممين كلنا كسودانيين أنه هذا العدو يجب أن ينتهي، هذا التمرد يجب ان ينتهي. نحن وانتو كلنا لا في زول بخوفنا ولا في زول بقهرنا ولا بنسلم امرنا للزول ولا في زول بقودنا. وجدد القائد العام للقوات المسلحة التأكيد بعدم تسليم امر الدولة لأي جهة داخلية او خارجية الا بعد القضاء على الميليشيا، وقال إن أي شخص تآمر على الشعب السوداني بالداخل والخارج لن يكون له أي دور في المستقبل في إدارة أمر الدولة. الناس تطمئن أن القوات المسلحة وأخوان في المقاومة الشعبية والمستنفرين وكل السودانيين واقفين وقفة واحدة، وكل ما في كلام زي ما أنا قلته امبارح، ما عندنا كلام إلا بعد المعركة تنتهي. ونحن كسودانيين، أنا دار أذكر السودانيين الوطنيين أن والله المعركة دي ما هي في الصفوف، ما هي في الصفوف جوا السودان وبرا السودان. الشعب السوداني جوا عرف الواقف مع أمنه، وبرا السودان عرف الواقف مع أمنه. نحن كان قعدنا ولا مشينا؟ اي زول خان الشعب السوداني يجب انه ما يكون عنده دور ثاني في الدوله دي. اي زول وقف ضد الشعب السوداني جوا السودان ولا برا السودان ما يكون عنده دور ثاني في اداره هذه الدوله السودانيه. الدوله السودانيه دي يديروها الناس اللي هسه قاعدين فيها ديل. المكتوين بالنار دي اضاقوا الامرين من ظلم الميليشيا ومن ظلم الناس اللي عاونوهم. وجدد رئيس مجلس السيادة التأكيد بانتهاء المعركة بانتصار القوات المسلحة، وقال إن الدولة لن يديرها إلا الذين صمدوا أمام الظلم وانتهاكات الميليشيا. نحن ماشيين والمعركة دي بتنتهي بنصرنا، نصر الشعب السوداني ونصر القوات المسلحة. والله ما في شك.
في شك. بارك الله فيكم وربنا يقويكم. نزل الله عاجلا نصرا مؤزرا. نزل الله عاجلا نحن بنشكركم وبنحييكم كلكم نيابة عن الجيش وقفتكم المخلصة مع الشعب مع القوات المسلحة. لكم التحية ولكم التقدير وكل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم طيبين. تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان جرحى ومصابي العمليات بمستشفى السلاح الطبي بالقضارف برفقة والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب. ختام زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان لولاية القضارف جاء تفقدا لمصابي وجرحى العمليات بمستشفى السلاح الطبي بالقضارف والذين أكدوا أن دماءهم ستظل رخيصة من أجل الوطن. أنتم في أمان وفي أمان وفي استقرار إن شاء الله ربنا ينهي من البغاة والمتبردين إن شاء الله قريبا. كيانات مجتمع القضارف المختلفة هنأت الأمة الإسلامية بالعيد السعيد مؤكدين أن القضارف ملتقى لجميع أهل السودان واعدين بزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد لحماية البلاد. والحمد لله نحن هنا في ولاية القضارف يعني عملنا الخطة التأشيرية للموسم المقبل وسوف نؤمن الغذاء لأهل السودان إن شاء الله. ونحن أقول للمتمردين وأقول للمرجفين إننا في ولاية القضارف حكومة وشعبا وجيشا ومقاومة واستنفار كلنا صف واحد. إمام وخطيب المسجد العتيق مولانا عمر مجذوب الأزرق أكد أن ولاية القضارف ظلت آمنة ومطمئنة رغم كيد الأعداء وتربصهم تحرسها قوات أمنية باسلة وباذلة الأرواح من أجل الوطن ويدعمها شعب محب لوطنه لم ينقطع دعاؤه لنصر القوات المسلحة. والقضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب تفقد نزلاء المستشفيات والسجون مؤكدا أن زيارة رئيس مجلس السيادة للولاية تأتي دعما وتطمينا لأهل القضارف وغيظا للمعتدين المتمردين من أعداء الوطن. حكومة وشعبا تحية لمواطننا في كل المحليات بمختلف فئاتهم. نأكد لهم تماما أنه كل سنة أنتم طيبين. أنا القضارف مستقرة آمنة. زيارة السيد رئيس المجلس السيادي وبرفقة السيد الفريق مدير الصناعات الدفاعية نفتكر للولاية حقق دعارات كثيرة من ضمنها زيارته للمرضى في مستشفى السلاح الطبي كنا طامن بمعنويات عالية إن شاء الله. كل الناس موجودة قمنا في برنامج تسليك كل الصعاب كحكومة ولاية وإن شاء الله مع الحكومة التحديدية في تسليك كامل لتسليك كل الصعاب. نفتكر المزالة بتاعت المسيرات دي فرفرة مسبوح عدو يرتجف دعم سريع يرتجف في أيام الأخيرة خلايا نايمة مغدورة على قبضها إن شاء الله. كل الآن أدت عين سهرة عين فحصة لكل الموجودين على مستوى ولاية القضارف. نفتكر زيارات برضو لمعسكرات نازحين وافدين من ولاية الخرطوم ولاية الجزيرة يمكن كلهم يسنوا بالشكر والثناء. نحن نعتذر ما قدرنا نقدم كل حاجة لكن ما قدم نشعر بأنه في اطمئنان وفي سلام لهم. الدعوات الصالحات في هذا العيد السعيد أن ينعم الله على البلاد بالنهضة والسلام والوحدة والتنمية. كل عام وأنتم بخير. عاطف بشير، تلفزيون السودان، ولاية القضارف. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم برقية تهنئة من ملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال جلالة الملك باسمنا ونيابة عن شعب وحكومة مملكة البحرين
يسعدنا أن نتقدم لفخامتكم والشعب السوداني بعاطر التهاني وخالص التبريكات، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. وعرب ملك البحرين عن تمنياته للسودان حكومة وشعبا أن يعيد هذا العيد على الشعب السوداني وهو ينعم بالازدهار والأمن والاستقرار. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال ملك الأردن: يسرني أن أغتنم مناسبة حلول عيد الفطر المبارك لأبعث لفخامتكم بأطيب التهاني وأصدق المشاعر الأخوية المقرونة بالدعاء إلى الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والنماء والاستقرار، وللأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم برقية تهنئة من فخامة رئيس جمهورية أندونيسيا جوكو ويدودو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال جوكو: أتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنيا لكم موفور الصحة ودوام العافية، وللشعب السوداني السلام والنماء والازدهار. بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برقية تهنئة لملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيا لهم دوام الصحة والعافية ولبلدانهم التقدم والازدهار والرفعة. وأصحاب الجلالة والأمراء والملوك والرؤساء هم: صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطنة عمان، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر أمير دولة الكويت، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، صاحب الفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، صاحب الفخامة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، صاحب الفخامة حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، صاحب الفخامة بولا أحمد رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، صاحب الفخامة رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، صاحب الفخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، صاحب الفخامة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، صاحب الفخامة إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، صاحب الفخامة دكتور محمد يونس المنفي رئيس دولة ليبيا، صاحب الفخامة محمود عباس رئيس دولة فلسطين، صاحب الفخامة عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، صاحب الفخامة إلهام عليف رئيس جمهورية أذربيجان، صاحب الفخامة جوكو رئيس جمهورية أندونيسيا، رشاد محمد علي العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، صاحب الفخامة عبد الحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية. عرض أحداث اليوم يتواصل معكم مشاهدينا من تلفزيون السودان. وجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير الجهاز التنفيذي إلى الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، وذلك خلال مخاطبته الضباط وضباط صف وجنود الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين
بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى تماسك الغوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. وسط أجواء يسودها الأمن والاستقرار، شارك نائب رئيس مجلس السيادة ملك عقار إير فرحة عيد الفطر المبارك الذي احتضنته قيادة الفرقة الرابعة مشاة، مشاركة بعث فيها عقار عددا من الرسائل. التهنية للشعب السوداني كافة وشعب واهلي في النيل الأزرق بصفة خاصة، وأهنيهم بقدوم هذا العيد وبشريات أخرى بأن هذه الحرب اللعينة، هذه الحرب الاستيطان سوف تنتهي أجلها. وأنا يعني أوصي الإخوة في الجهاز التنفيذي بأن الحرب هينتهي إذا أراد الله شيئا أن ينغور له كن فيكون، فالمواطنين هيجوا راجين سواء في الخرطوم أو سواء في مدن المهنم. الجهاز التنفيذي عامة لازم ينظر ماذا بعد الحرب، فكل الجهاز التنفيذي والإداري في هذه الدولة لابد أن تكون مستعدة لما بعد الحرب، كل حرب النهاية، وإن شاء الله هذه الحرب هينتهي قريب. فيما دعت حكومة إقليم النيل الأزرق مكونات المجتمع إلى أهمية وحدة الصف والتعايش السلمي بجانب الوقوف خلف القوات المسلحة لبناء وطن معافى يسوده الاستقرار في المجالات كافة. نحن يعني نتطلع إن شاء الله هذا العيد يمكن يجد كله شعب النيل الأزرق شعب يمكن يعني يتمتع باستقرار، ونتمنى إن شاء الله نتطلع لآفاق مستقبلية مستدامة بالنسبة لاستقرار البلد، ونتمنى أيضا بمناسبة عيد الفطر المبارك بالنسبة لشعب إقليم النيل الأزرق لا يمكن الناس يمكن يكون في ترابط اجتماعي ورتق النسيج الاجتماعي لإقليم النيل الأزرق. نحن في حكومة إقليم النيل الأزرق مقبلين إن شاء الله في هذه السنة لابد نقدم الخدمات المتاحة للمحافظات السبع، ونتمنى بمناسبة هذا العيد إن شاء الله يعني ربنا ينصر قواتنا في جبهات المختلفة. قيادة الفرقة الرابعة مشاة أعلنت الجاهزية للزود عن حياض الوطن بمختلف المحاور. رسالتنا لشعبنا في إقليم النيل الأزرق إن إخواننا أقوى عشرة على البلد، بلد والمأساة والمؤامرة عليها كبيرة، وزي ما أنتم متابعين في الفترة السابقة في كثير من المؤامرات اللي حكت وما زال العدو يتربص بنا، فعلى كل الشعب السوداني إن يكون صاحي وواعي لهذه المؤامرات. ونحن دارين نأكد لكل الشعب السوداني أن نحن إن شاء الله في إقليم النيل الأزرق إقليم آمن إن شاء الله، وسيظل آمن بإذن الله تعالى. إحكام التنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى أسهم بصورة مباشرة في تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد. عصام طه، تلفزيون السودان، قيادة الفرقة الرابعة مشاة الدمازين. أدى الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة، يرافقه والي النيل الأبيض وأعضاء لجنة أمن الولاية، أدوا صلاة عيد الفطر المبارك بالارتكازات المتقدمة بولاية النيل الأبيض. وأشاد الفريق كباشي بالجاهزية العالية لتماسيح النيل الأبيض في كافة محاور العمليات. الله أكبر الله أكبر. لا أشاد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة، شارك المصلين صلاة العيد في الدفاعات المتقدمة بولاية النيل الأبيض، وذلك بمشاركة والي النيل الأبيض ولجنة أمن الولاية. وخلال مخاطبته المصلين أعلن الفريق كباشي أن القوات المسلحة تحرز تقدما كبيرا بكافة محاور العمليات. أولا نبشركم أن قواتكم المسلحة في كل موقع تنفتح فيه هي في تقدم، وإن شاء الله ببركات هذه الأيام المباركات رمضان والعيد، احنا داخلين على شوال وأيام مباركات، إن شاء الله قريبا جدا تكون هناك انتصارات كبيرة وشافية بإذن الله. وأكد الفريق أول شمس الدين كباشي أن تماسيح النيل الأبيض على أتم الجاهزية بكافة
محاور العمليات. ومن موقع من مواقع التماسيح أن هنا عهدنا للقائد العام ولكل شعبنا وأمتنا إنه تماسيح النيل الأبيض جاهزين. بتسمعوا عن حركة كثيرة للتمرد هنا وهناك، بتسمعوا إشاعات كثيرة، بتسمعوا كلام فارغ كبير كثير جدا، لكن ده كله هوا ساكت يا جماعة، كله هوا إن شاء الله. أن إحنا تمام وجاهزين بإذن الله. وأصلا أن إحنا يعني ثقتنا مزعزعت في الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام. النصر قريب، إحنا شايفينه قريب جدا إن شاء الله. جاهزين تمام، وإحنا مطمئنين على جاهزيتكم وجاهزية غيركم، كل القوات اللي مرينا على في أي موقع واللي مروا على أخواننا متفقدين ومهنئين بالعيد. أن إحنا مطمئنين تماما على أننا يعني قادمون وعلى إن شاء الله حسم هذه الحرب. من جانبه دعا إمام وخطيب مسجد الفرقة 18 مشاه إلى الالتفاف حول القوات المسلحة ومؤازرتها من أجل القضاء على الميليشيا المتمردة. نحافظ على وطننا كالرجال بالالتفاف حول القوات المسلحة والاصطفاف معها والتخندق معها والقتال بجانبها، نهوى من يهواها ونبغض من يبغضها، وندعو لمن دعا لها وندعو على من دعا عليها. أن مشاركة القائد العام للقوات المسلحة المرابطين صلاة العيد في خنادقهم المتقدمة تؤكد مضي القوات المسلحة بخطى ثابتة للقضاء على الميليشيا الإرهابية. محاسن إبراهيم حماد، تلفزيون السودان، ولاية النيل الأبيض. ونبقى في ولاية النيل الأبيض، حيث قام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة بزيارة تفقدية للقوات المتقدمة بالقطاع الغربي، رافقه خلالها والي النيل الأبيض عمر الخليفة وعدد من القيادات العسكرية بالفرقة 18 مشاة. وأعلن الفريق كباشي عن جاهزية القوات المتقدمة لولايات كردفان، مشيرا إلى قيادتها للعمليات العسكرية باحترافية تامة. مبسوطين من النموذج اللي شفناه، من النموذج اللي شفناه، وده المثال الدايرين انه نحن ده شغل الجيش، ده شغل الاستنفار قاعدين نتكلم عنه، ما كلام تحت ديزيز تحت هي او تحت الشجر والخنادق والناس رايمين قدام. ومن جبل بقول لي فيك اللجام نفيك ولا لسه؟ اللجام نفيك ولا لسه؟ جاهزين ولا ما جاهزين؟ جاهزين ولا ما جاهزين؟ الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. انا احيي ايضا والي ولايه النيل الابيض واخي اللي وسامي قائد الفرقه 18، ناس كوسي، ناس بحر ابيض، ناس تماسيح النيل الابيض، اللي اصلا ابدا ما قصروا معكم، واللي شايلين المتحرك ده على اكتافهم. نقول لكم شكرا جزيلا لكم ولكل مواطني بحر ابيض ولكل تمساح من تماسيح النيل الابيض. اما عن اهلي في كردفان، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. انتوا اولاد شيكان، اولاد قدير، اولاد كردفان، كردفان الغره، ام خير جوا برا، خير مدفق كل السودان في اي محل ارموا قدام. كل الخير الوصل لهذا المتحرك هو وقف عليه وسهر عليه ليل ونهار، ووعدنا انه صباح ومساء يتصل بالجنرال ديل فرقه 18، فرقه 10، فرقه 5 وقائد المتحرك، وهذا ما حصل. والان جاب نفسه والكلام ما كثر، احنا يا سعادتك جاهزين والله. احنا جاهزين الليله ده قبل بكره نرمي قدام. وفي ذات السياق، عقد الفريق اول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السياده نائب القائد العام للقوات المسلحه اجتماعا تنويريا
من هيئة القيادة والعمليات بالفرقة 18 مشاة اطمأن خلاله على مجمل الأوضاع الأمنية والعملياتية. وقدم كباشي تهاني العيد لقوات شرطة وقوات جهاز المخابرات العامة بالولاية. وقال اللواء الركن حيدر علي الطريفي قائد عمليات قطاع النيل الأبيض إن زيارة الفريق كباشي لقطاع النيل الأبيض تشكل دفعة قوية للقوات المرابطة والمتقدمة بكافة محاور العمليات. سعدنا بزيارته اليوم لنا في قطاع الفرقة 18 ومنطقة النيل الأبيض العسكرية، وكانت زيارة موفقة جدا، حي فيه الضباط والصف والجنود ونغل تحيات السيد القائد العام وأعضاء مجلس السيادة ورئيس هيئة الأركان ونوابه وكل قادة القوات المسلحة، نقل تحياتهم وتبريكاتهم بالعيد المبارك، وهو جاء ووقف مع ضباطه وعساكره في الخنادق، معيد معهم في الخنادق ومجافي الأهل. ودي ضريبتنا للشعب السوداني، يعني الشعب السوداني شعب صابر، شعب مصابر ويستحق كل خير. وبإذن الله تعالى يعني نحن بجهة سيادته شمس الدين كباشي ارتفعت المعنويات كثير جدا، وبإذن الله تعالى متحركاتنا على وشك التحرك، وبإذن الله النصر قريب وهو وعد بذلك، ونحن نؤكد على وعوده دي ووعود السيد القائد العام، وبإذن الله تعالى ينعم السودان بالأمن والاستقرار طالما فيه ناس بيقيفوا مع بعض، الرئيس مع المرؤوس والمرؤوس خلف القائد. فبإذن الله النصر قريب، وتحياتنا وشكرنا وتبريكاتنا لكل الأسر السودانية ولكل المستنفرين وكل القوات النظامية المختلفة الواقفة معنا في خندق واحد. قام الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة بزيارة تفقدية للمواقع الأمامية بمنطقتي أم درمان ووادي سيدنا العسكريتين، ناقلا تحايا السيد رئيس مجلس السيادة لجميع أطياف القوات النظامية التي تقاتل بشراسة ضمن معركة الكرامة، حيث تلقى سيادته التهاني من قيادة منطقة أم درمان العسكرية قائدا وضباط وضباط صف وجنود. وقام سيادته بزيارة جرحى ومصابي العمليات بمستشفى السلاح الطبي بجانب المواقع الدفاعية لمنطقة أم درمان، حيث خاطب أفراد قوات العمل الخاص بالمنطقة مؤكدا على أن عهدنا مع الشهداء باق غير منقطع، ومبشرا أن النصر قد بات وشيكا وتلوح بشائره، لافتا إلى أن القوات المسلحة في أفضل حالاتها. وتخللت الزيارة تفقد الأسواق والتقاء بعض المواطنين بمنطقة أم درمان، واختتم سيادته الزيارة بموقع الاحتياط المركزي بأم درمان وجهاز المخابرات العامة بجانب المواقع الأمامية لقوات المستنفرين في المقاومة الشعبية. أم درمان القيم، أم درمان النموذج لكل السودان، قدمتم لوطنكم كثير، ربنا يعزكم، عزيتوا شعبكم وعزيتوا وطنكم وعزيتوا أمتكم وعزيتوا مستقبل أجيالنا القادمة. نحن جينا نقول لكم كل سنة وإنتم بألف خير، والسودان بإذن الله بكم وبكل أخوانكم وبشعبنا الكريم الصابر الصامت المقاتل سيكون إن شاء الله بكل الخير وفي أفضل حال. نحن جينا نكرر لكم تحية القائد العام الأمبارح لكل القوات ولكل الشعب السوداني داخل السودان وخارجه بالتهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك، ودعواتنا ودعوات كل الشعب بأن ينصر هذا الجيش، أن ينصر هذه الأمة، هذه المؤسسة العسكرية العريقة، وبإذن الله بإذن الله منتصرين. أدى والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد قيادة منطقة وادي سيدنا العسكرية بحضور قائد المنطقة اللواء إبراهيم الجالي والرئيس المناوب للجنة العليا للتعبئة والاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بالولاية الفريق نصر الدين علي
ومساعد مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة إبراهيم أحمد شمين، ودعا إمام وخطيب المسجد الشيخ حامد أبو بكر بالنصرة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين على ميليشيا الدجلو الإرهابية. وقدم الوالي التهاني بالعيد للفريق أول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة بحضور قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية وقائد الكلية الحربية وقيادات المنطقة العسكرية، متمنيا للبلاد العزة والمنعة والكرامة وللشعب السوداني الأمن والأمان والاستقرار. بمناسبة عيد الفطر المبارك تلقى الفريق أول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام بمكتبه التهاني من والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وقائد منطقة وادي سيدنا العسكرية وقائد الكلية الحربية وقادة المنطقة العسكرية ومساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم ونائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية. كما قدم التهاني والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة لقائد منطقة وادي سيدنا العسكرية بمكتبه وقائد الكلية الحربية ومساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم ورؤساء أقسام الشرطة بالمحليات بالولاية وضباط وضباط صف وجنود برئاسة شرطة محلية كرري. كما قام والي الخرطوم بزيارة على الارتكازات التي تقدم الإسناد الأمني رافقه خلالها وزير التنمية الاجتماعية صديق فريني ومساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم ونائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية. كما وقف مهنئا المواطنين على صبرهم وتواجدهم في منازلهم طيلة الفترة السابقة. ونحن والله سعيدين جدا الليلة في أول يوم في العيد ونكون في هذه الخلوة وهذا المسجد العريق خلوة الشيخ الكتيابي وأسرته. نحن نحييكم فردا فردا، وكون الناس تؤدي صلاة العيد في هذه الظروف المعلومة دي حاجة تفرح، لأنه الميليشيات عطلت الحياة كلها بما فيها دور العبادة. فالحمد لله بفضل قواتنا المسلحة وقوات الشرطة وقوات المخابرات والمستنفرين وكل الشعب السوداني تم دحر هذه الميليشيات وتطهير مدينة أم درمان، هذه المدينة العريقة بقعة الإمام المهدي تم تطهيرهم، ولكن الخراب كان كثير، ولذلك استعادة الحياة لطبيعتها دائرة مجهود كبير. ونحن نشكركم يعني كونوا الناس جو ونفضوا الغبار عن المسجد والخلوة وبدوا فيها ممارسة الشعائر، دي حاجة كويسة جدا، وإن شاء الله باقي المساجد كلها يعني تفتح أبوابها والناس يجوا راجعين لمنازلهم. رسالة تبث طمأنينة كثير لأهلنا والأخوان والسكان المناطق القديمة في أم درمان، بأن الناس يعني الآن المناطق آمنة ومطمئنة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل أخواننا في هذه الأجهزة. نحن شاكرين لكم هذه الزيارة ومقدرين هذه الوقفة وليها أثرها كبير والله يا أخواننا في نفوسنا وفي نفوس أهلنا وأخواننا البعيدين مننا، والآن هم تواقين جدا لأنهم يشوفوا الصور والتواصل التم وكذا، عايشين هذه اللحظة تماما يعني. وقدم المواطنون والجنود المرابطين التهاني للشعب السوداني وأسرهم بمناسبة العيد متمنين الأمن والاستقرار للبلاد. العام أنتم بخير. طيبين. الله أكبر. قراءة العيد من داخل ودنباوي. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كل عام وأنتم بخير، كل عام الشعب السوداني بخير، كل عام والجيش بخير. الله يرحم شهدانا ويشفي جرحانا ورجعنا آمنين سالمين غانمين. العيد هذا العام يمر على البلاد وهي تشهد هذه الحرب المفروضة من المأجورين بهدف النيل من السودان ووحدته، إلا أن القوات المسلحة والقوات النظامية والمواطنين يقفون في خندق واحد دفاعا عن حياض الوطن وعقيدته وعزته. لتلفزيون السودان عبد العال سليمان عبد الرحمن حسن الخرطوم. أدى عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمقر الفرقة 12 مشاة بمحلية سنكات بحضور قائد الفرقة اللواء الركن
حاتم حسن الطيب وأعضاء لجنة أمن الولاية والضباط وضباط صف وجنود الفرقة. وزار جابر معهد ضباط الصف بمنطقة جبيت وهنى الضباط وضباط الصف والجنود والمتدربين بالمعهد بعيد الفطر المبارك والانتصارات التي تحققت، وحيى عضو مجلس السيادة الشعب السوداني والقوات المسلحة والأجهزة النظامية والمقاومة الشعبية، كما تفقد الجرحى والمصابين بالمستشفى العسكري بجبيت متمنيا لهم الشفاء العاجل. عرض أحداث اليوم يتواصل معكم مشاهدينا من تلفزيون السودان. زار والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة رئاسة شرطة محلية كرري ومقر هيئة العمليات، كما شارك في توزيع إفطار العيد على الارتكازات ومواقع القوات في إطار البرنامج الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية، كما تفقد الوالي جرحى ومصابي العمليات. وهنأ الوالي قيادات القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات بالعيد مجددا العزم على دحر الميليشيا الإرهابية. وجب علينا كلنا كسودانيين كقوات نظامية والشعب أن نقف صفا واحدا لننبذ هؤلاء المجرمين ولندحرهم من بلادنا وطردهم، لأن ذلك من طاعة الله عز وجل، ولأن ذلك من المصلحة العامة ومن المصلحة في الإسلام الذي يدعو إلى تمسك المسلمين بدينهم وبالكلمة السواء وبصف واحد، وبذلك نستطيع أن نجمع شمل الأمة. وهذه الميليشيات القذرة أيها الإخوة هم ضعاف والله، ولكن يريدون منا أن نجتهد للقضاء عليهم. لذلك أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا حكومة وشعبا وقوات نظامية للمحافظة على البلاد. أدى والي الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير واللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى مشاة بالولاية ورئيس المقاومة الشعبية بالولاية أدوا صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المرحوم محمد أحمد الهلالي، حيث قدم والي الجزيرة تهاني العيد للمصلين متمنيا أن يعود العيد والسلام يعم ربوع السودان، كما تلقى سيادته التهاني من جموع المصلين. وفي السياق تفقد الوالي والوفد المرافق له مصابي وجرحى العمليات والمواطنين الذين تأثرت غراهم باعتداءات الميليشيا، كما تفقد الوالي والوفد المرافق له الخطوط الأمامية للقوات المسلحة مقدما التهاني والتبريكات. أدى والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور صلاة عيد الفطر المبارك بإستاد بورسودان، وأشار الإمام الشيخ لباب لقيم التسامح والتصافي ونشر السعادة بين الناس والمحافظة على العبادات، حثنا المصلين بالاهتمام بالجرحى والمصابين من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، مثمنا دورهم المتعاظم في حماية الأرض والعرض. كما قدم والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور التهنئة والمعايدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة بنادي القوات المسلحة ببورسودان بمعية قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية، وللضباط وضباط صف وجنود قوات الشرطة بنادي الشرطة ببورسودان بمعية مدير شرطة الولاية وبالتشريف وزير الداخلية اللواء شرطة معاش خليل باشا سايرين ومدير عام قوات الشرطة الفريق حقوقي خالد حسان. كما قدم والي الولاية
التهنئة والمعايدة لضباط وضباط صف وجنود جهاز المخابرات العامة بمعية مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، وتلقى والي الولاية التهاني والمعايدة بنادي هيئة المواني البحرية من مدير عام هيئة المواني البحرية ونوابه، كما قدم الوالي التهاني لجرحى ومصابي القوات المسلحة بمستشفى بوارس العسكري بمدينة بورسودان، وحيى تضحياتهم للدفاع عن الأرض والعرض. هؤلاء الأبطال الأشاوس الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وتحية لقواتنا من قوات البحر الأحمر المشاركة في الخطوط الأمامية، ونترحم على الشهداء، شهدائنا شهداء القوات المسلحة عامة وشهداء قواتنا في منطقة البحر الأحمر، ونسأل الله العلي العظيم أن تنعم هذه البلاد بالأمن والاستقرار. كان بشير وبرطان تنون، وأهني كل شاب السوداني كل عميلا في السودان، إن شاء الله ربنا يضمره، ونحن ذاتنا إن شاء الله بعد الجروح ده نشفى في خطوط العمامية إن شاء الله، ويجمع المفقودين إن شاء الله، وعام سعيد إن شاء الله، والبشرات جاية إن شاء الله بإذن الله، ودمنا والله ما غال على الوطن، ونفديكم بروحنا ونفديكم بدمنا إن شاء الله، ولحد آخر روح إن شاء الله، وأبشر الخير إن شاء الله، ومصورين بإذن الله تعالى. أدى والي شمال كردفان عبد اللطيف وداع الله وأعضاء لجنتي أمن الولاية ومحلية شيكان وعدد من قيادات الولاية والمواطنين أدوا صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الأبيض العتيق، وطالب الشيخ ياسر محمد علي البدوي المصلين بالتسامح ونبذ خطاب الكراهية لمجابهة الغزو الأجنبي الذي يستهدف السودان وشعبه من خلال الميليشيا الإرهابية التي ارتكبت أفظع الجرائم ضد المواطنين، فيما جدد والي شمال كردفان التهاني للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين الذين يدافعون عن الأرض والوطن، داعيا الأمة السودانية للالتفاف خلف القوات المسلحة، وأدان الوالي اعتداءات الميليشيا على المواطنين العزل بكل من مدينة عطبرة والقضارف. جميع والأمن بالجميع، أن الأمن للجميع، أن الأمن حق من حقوق الإنسان، وجب على القائمين على الأمر تحقيق الأمن للناس، وأن الأمن بالجميع وجب على الجميع أن يساعدوا في تحقيق هذا الأمن. كيف تساعد أنت المواطن في تحقيق هذا الأمن؟ أن تبذل قصارى جهدك، أن لا يطعن القائمين على أمر حمايتك من خلفك أو من جنبك أو من جوارك. يجب علينا أن نشكر مواطن شمال كردفان، نشكره لأنه قام بالعبء الأكبر على التدخلات الإنسانية للنازحين والمتأثرين بالحرب. ما قامت به الحكومة والأجهزة لا يتعدى 20%، أما 80% كانت تدخلات إنسانية منكم مواطني شمال كردفان. أدى والي سنار صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين بساحة مسجد قيادة الفرقة 17 مشاة القوات المسلحة وجنودها القابضين على الزناد دفاعا عن الشعب السوداني، وامتدح قيادة القوات المسلحة لدورها في وضع الخطط لدحر ميليشيا الدقل الإرهابية، فيما دعا إمام وخطيب مسجد القوات المسلحة بالفرقة 17 مشاة الشيخ أسامة أبو ثابت إلى مواجهة عدوان الميليشيا عبر المقاومة الشعبية المساندة للقوات المسلحة. من عبركم ومن داخل هذا المكان الكبير، مكان الجيش السوداني الفرقة 17، التحية لكل المجاهدين، للجيش السوداني، للمستنفرين، للجان المقاومة، لهيئة العمليات، للمواطنين الذين لم يسجلوا أسمائهم والآن يتخندقون ويحتمون بالبندقية ويستاكون الرصاصة في هذا اليوم، بينما الناس مع أطفالهم يعيدون، هم يعيدون مع البنادق ومع الكلاش ومع الكرنوف، من أجل السودان الواحد الأحد. والتحية عبركم أهل سينيا ومواطنين سينيا إلى قيادتنا العليا، إلى القائد العام لقوات الشعب المسلحة، وإلى نائبه وإلى مساعديه، وتحيتنا إلى المجلس السيادي رئيسا وأعضاء، وتحيتنا لكل من يمسك في هذه اللحظة على القضية. لن يضغط السودان.
قدم والي ولاية كسل المكلف محمد موسى عبد الرحمن تهاني العيد لضباط وضباط الصف وجنود قيادة اللواء 41 بكسل. وشملت الزيارة سجن كسل القومي وإطلاق سراح عدد من النزلاء بمناسبة فرحة عيد الفطر المبارك. ذكريات عيد الفطر المبارك. تلقى والي كسل المكلف التهاني والمعايدات من مواطني كسل بعيد أداء صلاة العيد ومناسكها، ومن ثم أتبعها بزيارة لقيادة اللواء 41 مشاة، مشيدا بتضحيات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى لحفظ الأمن والاستقرار. ووقفت مع قواتنا المسلحة واطمأننت على الجاهزية وعلى الاستعداد الأمني الكبير، وطلعت على كل الموقف الأمني في الولاية وحالة الاستعداد ومدى الجاهزية. وقفنا على أوضاع النزلاء في السجن وتم تقديم المعايدة لهم، واتجهنا إلى المستشفى السعودي ومستشفى الولادة المعروف، وهو في بيئة جيدة جدا، ووجدنا أيضا اطمأننا على حال المرضى. وأنا شاكر لكل الجهود التي تعمل ليلة نهار في سبيل تقديم ما يعين المواطن على راحته. قائد ثاني اللواء 41 مشاة بكسلة عقيد ركن خالد الصادق أكد جاهزية القوات المسلحة لحسم معركة الكرامة وإعادة الحياة لطبيعتها في كافة ربوع الوطن. إنه قواتكم المسلحة تحديدا أبنائكم في اللي 41 في أتم الجاهزية، ونبعث بالطمأنينة لكل مواطن في الولاية الشرقية بأنه القوات المسلحة إن شاء الله جاهزة لسد أي عدوان ولرد أي عدوان على الولاية في مدينة كسر بالتحديد. ونحن الأيام الفاتت أو الأيام القليلة المرة دي كنا حريصين تماما أن نأمن كل المناطق داخل مدينة كسل وخارجها. زيارات المعايدة التي قام بها والي كسل المكلف شملت العديد من المرافق الحيوية. والحمد لله يعني في سجن كسل من خلال الضباط وضباط الصف والجنود نتمتع بهذه المهنية، والحمد لله لم نشهد في هذا السجن أي نوع من الأفعال التي تخل بالأمن. ديوان الزكاة الاتحادي وعبر أمينه العام الأستاذ أحمد عبد الله لعب دورا بارزا في إشاعة الفرحة والسرور في نفوس المحرومين خلف قضبان السجون. نتمنى لهم إن شاء الله أنهم ربنا يوفقهم أنهم يستفيدوا من هذه الفترة التعليمية ويخرجوا صالحين إلى المجتمع بإذن الله تعالى. المجتمع يحتاج لهم، البلد تحتاج لهم، نحن الآن في ظرف يحتاج للتكاتف والتعاضد والتماسك. النزلاء المطلق سراحهم في برنامج فرحة العيد أشادوا بحكومة الولاية واهتمامها بالمواطنين في كافة البرامج الاجتماعية والإنسانية. السيد الوالي، نحن نعلم أنك نحن النزلاء هذه الشريحة التي أتيت لكي وكنت طريح فراش، إنهم يعلمون أنك إنسان صادق وأن الله سبحانه وتعالى طالما ولاك علينا لأنه جل وعلا شأنه يعلم بأنك أهلا لهذه المكان السامية. بهجة العيد لا تكتمل إلا بإشراك كافة عناصر المجتمع سيما المحرومين بسبب المرض أو غيره من شؤون الحياة التي يتقلب فيها الإنسان. وسيعود الوطن قريبا معافا شامخا قويا والابتسامة تعلو شفاه بنيه بتحقيق النصر الكاسح والحاسم على الميليشيات الإرهابية المتمردة. عمر خاطب، تلفزيون السودان، ولاية كسلة. أعرب عدد من المواطنين بالولاية الشمالية عن مباركتهم للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وتجديد السند لهم حتى يعود السودان قويا وخاليا من الميليشيا الإرهابية. هنا اجتمع المصلون والدعوات تتعالى بنصر للقوات المسلحة في ميادين معركة الكرامة، والقلوب تشرئب إلى المعالي أن يعود السودان أكثر قوة ومنعة، وتبقى الأمنيات بغد أفضل لسودان خطى خطوات في البناء والإعمار والاستقرار، وشبابه يتدافعون في معسكرات التجنيد معسكرا تلو الآخر وقافلة تلو الأخرى. والله لو تخيلتم هذا المنظر الفظيع الذي لا يصدر من نفس مؤمنة بالله تبارك وتعالى، والله لجددتم
يقاتلوا معكم. عدد من المصلين جددوا وقوفهم خلف القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين والمجاهدين وقدام المحاربين وهم يدافعون عن الأرض والعرض. ونهني المتحركات كلها ونقول لهم منصورين بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى هذا السودان الطيب المبارك أن يعيد عليه هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وبالأمن والأمان. ونسأل الله أن يكسر شوكة المتمردين المعتدين المغتصبين الآثمين وأن لا يقيم لهم في هذه البلاد راية، لا يرفع لهم فيها راية ولا يحقق لهم فيها غاية، وأن يجعلهم لمن خلفهم آية. كل من عاونهم ومن شايعهم ومن ناصرهم ومن مولهم أسأل الله جل في علاه أن ينتقم لكل من صلب ولكل من ظلم ولكل من قهر، أسأل الله أن ينتقم له. كل عام وشعب السوداني بألف خير، كل عام ومواطني الولاية الشمالية بألف صحة وهنا إن شاء الله. اللهم انصر جيشنا واهزم أعداءنا، اللهم ثبت أقدام جيشنا واشفي جرحانا وتقبل شهدانا إن شاء الله. ربنا ينصر قواتنا المسلحة وينصرنا إن شاء الله نصرا عزيزا غريبا بإذن الله تعالى. ربنا إن شاء الله يبحر الأعداء ويبحر المتمردين وعوناء المتمردين بإذن الله تعالى بركة هذه أيام المباركات الطيبات بإذن الله. وربنا يسمع ويزيدكم كل خير. والشمالية الأستاذ عبدين عوض الله محمد تلقى التهاني والتبريكات من الرسميين والشعبيين بمكتبه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. هكذا كانت الأمنيات والأشواق هنا في ضنقلة وملامح السند من المواطنين لقواتهم المسلحة ترتسب بل تتجدد في كل يوم ومناسبة. ناجي فاروق لتلفزيون السودان، الولاية الشمالية، ضنقلة. أدى والي جنوب كردفان وأعضاء اللجنة الأمنية وقطاعات واسعة من مجتمع مدينة كادوغلي أدوا صلاة العيد بميدان الحرية. ودعا مدير الشؤون الدينية الشيخ بابكر محمد صالح الذي أما المصلين إلى إعلاء قيم التسامح والتعايش بين كافة مكونات الولاية ونبذ خطاب الكراهية والجهوية ونشر ثقافة السلام، وحيا مجاهدات القوات المسلحة في دحر الميليشيا الإرهابية، مشددا على ضرورة الالتفاف حول القوات المسلحة والانخراط في صفوف المقاومة الشعبية لتحرير البلاد من دنس التمرد. القلوب الصافية، الدعوات الصادقة، النوايا الخالصة، إذا توفرت فينا فهذا هو الهدف الأسمى من هذا الشهر المبارك، تغيير السلوك. ابتعدوا أولا وآخرا عن الجهوية وعن خطاب الكراهية واستبدلوه بخطاب المرونة والجمال، فإن الله جميل يحب الجمال. نبهنا وندبنا إلى أن نقول التي هي أحسن بدل التي هي أخشن. فأنكم في القوات النظامية المسلحة عودونا دائما ببشائر وبشريات، ردوا العدوان وكسروا شوكة المعتدي. فنسأل الله سبحانه وتعالى إخوة الإيمان والإسلام أن يكون لنا هذا العيد الذي يعود علينا ويتكرر بسرور رحمة وهناء لأهلنا في ولاية جنوب كردفان خاصة وفي السودان عام. هنا والي ولاية غرب كردفان بالإنابة آدم كرشوم الأمة الإسلامية والشعب السوداني بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك لدى مخاطبته المصلين بميدان الحرية بمدينة الفولة. وأشاد كرشوم بانتصارات القوات المسلحة بمختلف جبهات القتال، معربا عن أمله بتحقيق النصر الكامل ودحر ميليشيا آل دقلو الإرهابية. مواطني الكرام، ما زادني شرفا وعزا خروجكم اليوم في هذا الجمع المؤمن المبارك رغم الظروف التي تعيشها ولايتنا من احتراب واقتتال وقطاع طرق وتشريد ونزوح، ولكن إيمانكم وثقتكم في الله كبيرة، وإن الفرج لا محالة قريب بإذن الله. وعبركم أرسل التحايا لقوات شعبنا المسلحة وهي تفترش الأرض وتلتحف السماء حارسة لصغور الوطن المعطاة، مصداقا لحديث الرسول الكريم، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله
وعين باتت تحرس في سبيل الله. نبارك للشعب السوداني هذا العيد بعد أزمة كبيرة، نسأل الله أن تزول هذه الأزمة ويرجع السودان قويا كما كان. نطمن الشعب السوداني أننا في الفولة في بابونوسا بخير، وعيدنا كان طيب والناس مستقرين بدون مشاكل الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن ينصر قواتنا المسلحة ويعود الاستقرار والطمأنينة للسودان، ويرجع المهجرون إلى ديارهم ومساكنهم، خاصة أهلنا في بابانوسا. جاءنا العيد هذا العام بحال مختلف، بمشاهد عصيبة، بقتل وتشريد ونهب وسلب واغتصاب. جاءنا العيد بهذه الأخلاق السيئة دخل علينا حرام، كيف نتحلل منه؟ نحتاج أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إنها فرصة لنا للعودة والرجوع والتحلل من هذه الأموال ومن هذا الحرام. لا أحد يحلل لك مالا أخرجته بالحرز. قدم وفد المقاومة الشعبية بجنوب شندي بقيادة الفريق أول شرطة محجوب حسن سعد، قدم تهاني العيد للفرقة الثالثة مشاة، مؤكدا وقوف الشعب السوداني مع القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة، فيما أشاد قائد الفرقة الثالثة مشاة بشندي بالتلحم الشعبي مع القوات المسلحة وانخراط أبناء وبنات الشعب السوداني بمعسكرات التدريب للدفاع عن الأرض والعرض. عرض أحداث اليوم يتواصل معكم مشاهدينا من تلفزيون السودان. بذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذا العرض أحداث اليوم لهذه الليلة، قدمناها لكم من تلفزيون السودان. ولكن قبيل الختام لا بد أن نعود ونذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس السيادة يعلن من القضارف محاسبة المتآمرين على السودان. الكباشي يؤدي صلاة العيد بالنيل الأبيض ويودع متحرك الصياد المتوجه لولاية كردفان. وللخرطوم يتفقد المواقع العسكرية. عرض أحداث اليوم قدمناه لكم مشاهدينا من تلفزيون السودان، تحياتي لكم وتحيا الفريق العامل، وكل عام وأنتم بخير.